بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو الملهم والمسدد للصواب، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، لا سيما صفوتهم وخيرتهم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإمامة وليلة القدر. هذا البرنامج الذي يبحث في موضوعين مفصليين مهمين جدا في حياة الإنسان المؤمن في سيره وتقربه إلى الله عز وجل. إن الله عز وجل حينما خلق هذا الكون جعله بمنظومة مترابطة، وأوجد فيه وجودات تؤثر بعضها في البعض الآخر، ثم خلق فيها أشرف خلقه ألا وهو الإنسان، وأودعه أشرف جوهرة أوجدها ألا وهو العقل، وهذا العقل به سبحانه وتعالى يثيب وبه يعاقب، ثم أنزل له شرعته السمحاء، ذلك لتنظم حياته اليومية في سيره إلى الله عز وجل. وهذه المنظومة التشريعية التي أوجدها الله عز وجل في هذه الأرض، الغاية منها معرفة الإنسان كيف يتقرب إلى الله وكيف يعبده حق عبادته، وهي أيضا في طياتها مترابطة ومتلاحمة في أجزائها، ولعل البعض منها يتوقف قبول البعض على البعض الآخر، كما في موضوع الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة وغيره من الأنظمة العبادية. لكن أن يكون هنالك اقتران بين أمرين لم يعهد عليهما الاقتران، كما هو موضوع برنامجنا الإمام وليلة القدر، فلعله لا يخطر على ذهن السادة المشاهدين أن هنالك ارتباطا فيما بين الإمامة وليلة القدر. لا نأخذكم بعيدا، دعونا ندخل في تفاصيل هذا الحديث مع شخصية دينية علمية وباحث إسلامي معروف وأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، إنه سماحة الشيخ كميت الأسدي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، ونسأل الله أن يتقبل منكم خالص أعمالكم ومطاعاتكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. حياكم الله تعالى، وأهلا بكم وبالأخوة والأخوات السادة المشاهدين. سماحة الشيخ، نحن سنبحث في موضوعين مفصليين مهمين عظيمين كبيرين يتوقف عليهما نجاة الإنسان المؤمن في دنياه وآخرته، ألا وهما موضوعي الإمامة وليلة القدر. وبما أننا سنتحدث عن هذين الموضوعين، سنضع آلية لبداية هذا الأمر، ألا وهي أننا نتحدث عن جزء من عنوان برنامجنا ونبسط الحديث فيه، ثم نأتي إلى الجزء الآخر ونعمل على الربط بينهما. وبما أننا نعيش أيام شهر رمضان المبارك، فبودي أن نبدأ بما كان شهر رمضان محلا لها، ألا وهي ليلة القدر. فسنشرع الآن بالحديث عن ليلة القدر. في البداية بودي أن أسألك، ما معنى القدر سماحة الشيخ؟ ما سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم، الموضوع يتعلق بأمرين أساسيين وهما الإمامة وليلة القدر. وبما أن الحديث في ليلة القدر يمثله قرآنيا سورة القدر، فينبغي أن يكون حديثنا أولا عن سورة القدر وما تتضمنه هذه السورة الشريفة، والتي قد وردت الروايات في أنها نسبة النبي صلى الله عليه وآله ونسبة الأئمة من بعده، كما أن سورة الإخلاص هي نسبة الله تعالى. ما معنى نسبة؟
حينما تتعرف على شخص معين تسأل اسمك، شخصك، نسبك، تتعرف عليه بالمعرفة الخصوصية والمعرفة العامة. فحينما نريد أن نتعرف على الله تبارك وتعالى، فخير ما يعرفه نقليا قرآنيا هو سورة الإخلاص. وهكذا بعد الله سبحانه النبي وأهل البيت، نسبتهم سورة القدر. وهذا فيه من الإشارات المهمة إلى أن أفضل سورة بعد الإخلاص هي سورة القدر. لماذا؟ لأنه أفضل شيء بعد الله تعالى هو نبيه الخاتم، وأفضل مخلوق وأفضل الكائنات بعد النبي هو الأئمة عليهم السلام. فلذلك لسنا وليس البشر إذا تصدوا للتعرف على الله تعالى، لا يوجد في مقدورهم أن يعطوا لله حقه كما ينبغي له. فلذلك إذا أرادوا أن يكونوا من العارفين بالله حقا على مستوى الطاقة البشرية، لا على ما هو عليه في الواقع وكنه، لا نتكلم عن هذا. أكيدا الإنسان مهما حاول جهدا أن يعرف الله عز وجل حق معرفته، أصلا مستحيل يعني أن يعرف الله المعرفة الاكتناهية، حيط بما أكمل ما هو أكمل منه. لذلك كتاب الله هو الذي تصدى لبيان نسبة الله بسورة الإخلاص، وكتاب الله تعالى هو الذي تصدى لبيان لنسبة النبي ونسبة الحجج بعد النبي بسورة القدر. أما السؤال عن تسميتها بليلة القدر وحتى سورة القدر، أما سورة القدر باعتبار تتحدث عن ليلة القدر، نحن حديثنا سماحة الشيخ عن هذه المفردة، مفردة القدر. نعم. ما وجه التسمية بهذا؟ طبعا القدر من التقدير، كيف يقال لدينا تقادير، لدينا مقادير، أي عمل هندسي يحتاج إلى تقدير، سواء كان هندسي بمعنى الاختصاصي المهني الحرفي أو حتى الأعمال الهندسية البسيطة، حتى ما يقوم به العامل البسيط يحتاج إلى هندسة، لكن بحسبه، حسب عمله الذي يقوم به. الهندسة تبتني على ماذا؟ على معرفة التقادير والمقادير. وكلما أتقن الإنسان المقادير كلما كان عمله متقنا وكانت نتيجة عمله أيضا متقنة وصحيحة. أي خطأ يكون في نتائج الأعمال نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أن هناك سوء في التقدير أو سوء في ماذا؟ في تطبيق التقادير والعمل وفق تلك المعايير. هنا لدينا ليلة اسمها ليلة القدر. التقدير يحتاج فيما بعد التقدير إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة القرار والقضاء، وأكثر الأسماء حتى إذا مو هذا الاسم يدخل للذهن الاسم الثاني، والإبرام كما هو الآن في عمل المحاكم، يقدرون الأمور ثم يقضون، وبعد القضاء يوجد شيء وهو الإمضاء. عمل فيه تقدير لا معنى له ولا ثمر له إذا لم يأتي بعده القضاء والقرار الحاسم والإمضاء، صحيح؟ كما هو مثالكم الذي ضربتموه أن المهندس يحتاج إلى مقادير، نهاية هذه المقادير أنك ستخرج شكلا هندسيا مقبولا، وهذه هو الدرجة القطعية، مرحلة العمل. قبل مرحلة العمل هناك النقطة الأخيرة، ها انتهينا قررنا، نعم هذا الإمضاء، تمضي الآن مباشر خلاص
يعني هذه اللحظة ما قبل المباشرة العملية اسمها تتضمن مسألة الإمضاء، فالإمضاء مسبوق بالقضاء والقضاء مسبوق بالتقدير. يعني وإن كنا إلى قضاء الله وقدره وقدر، ولذلك ليلة القدر تقدر فيها الأمور التكوينية للأشخاص مؤمنين وغير مؤمنين، بل ورد في بعض الأخبار أن ليلة القدر هي أول يوم في السنة. هذا باعتبار، لماذا سميت كذلك؟ باعتبار ماذا؟ أنه أنت الآن من الآن تبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة للسنة القادمة. السنة القادمة مو المقصود طبعا كما قلت في أذهان بعض المستمعين الكرام أنه السنة الميلادية إلى ليلة القدر القادمة، هذه سنة هجرية. فكل ما يكون على الإنسان يقرر في ليلة القدر، يقدر أولا، يقضى ثانيا، يمضى ثالثا. وفي أخبارنا الشريفة أن ليلة 19 ليلة التقدير، وليلة القضاء والإبرام هي الليلة 21، والقرار النهائي اكتساب القرار للدرجة القطعية اكتساب القرار للدرجة القطعية البتية وهو الإمضاء في ليلة 23. هذا ما يتعلق بتعريف ليلة القدر بشكل مقتضب جدا، وأيضا بينا العلاقة بين تسمية السورة الكريمة بسورة القدر وما فيها وهو ليلة القدر. سماحة الشيخ، بعد هذه المقدمة التي جزاكم الله خير على إرادها، نحتاج الآن إلى الدخول في طيات السورة التي تسمى بسورة القدر والتي تتحدث عن هذه الليلة. فنريد منكم سماحة الشيخ أن نغوص معكم في طيات هذا البحر العميق، بحر ليلة القدر، فلنشرع في شرح السورة سماحة الشيخ إن شاء الله تعالى. طبعا هناك روايات تتحدث عن عظمة وجلالة ليلة القدر وسورة القدر باعتبار أنها سورة قرآنية مهمتها الأساسية التعريف بليلة القدر. نجد في هذه السورة الكريمة ذكر أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول باشرت بذكره السورة الكريمة بلا تمهيد ولا توطئة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولكن الأمر الآخر العظيم الآخر قد مهد له ووطئ بقوله تعالى: خطابا لأعلم خلق الله، وما أدراك ما ليلة القدر. وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له: وما أدراك ما ليلة القدر، كيف بغيره؟ هذا للتفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر. حتى ابتداء السورة بإنا، إن المعروف عنها أنها تدل على العظمة وعلى القوة التعظيم وعلى نعم. والتوطئة الأخرى للأمر العظيم الثاني هي الآية الكريمة التي تقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. لم تقل تساوي، خير من ألف شهر. لابد أن تكون هذه الليلة خيران من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. لماذا؟ لتساوي الليالي هذه ليالي القدر، فلا معنى لأن تكون ليلة قدر واحدة أفضل من الليالي الأخرى. وعليه فمن حيث السعة الزمانية وما يتخلل ذلك من أحداث جسام، ليلة القدر وحدها
كليلة قدر هي خير من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. بمعنى أن العطاء سيكون مستمرا بحسب ما تتفضل، بمعنى أن من أحيا ليالي القدر أو وفق لأن يكون في ليلة القدر حاضرا لإحيائها وأدائها بمضامين متعددة، ستتراكم بالنتيجة الأمور الجزائية التي جعلها الله عز وجل بأنه يعطى للإنسان ثواب ألف شهر. هذا الأمر بحسب هذا الذي تفضلتم به سماحة الشيخ، يعني النظر للثواب أحد الجهات والحيثيات. هناك أسرار مهمة أيضا في هذا الأمر وهو الخيرية من ألف شهر، ولكن ربما تشيرون إلى أن ليلة القدر باعتبار تكررها في كل شهر رمضان من كل سنة، فالإنسان يمر على ليالي قدر متعددة وخروج بسيط، ويفترض بالمؤمن أن يكون في مستقبل أيامه لياليه القدرية أفضل مما سبق. ولا نقصد في الأفضلية النظر إلى الجهة الكمية، بل ننظر إلى الكيفية التي ترفع بمستوى المؤمن، ورفعة مستواه تارة تكون عملية وأخرى عقائدية. ولا شك ولا ريب أن الرفعة العملية للمؤمن مطلوبة جدا، ولكن لو وزنت وفرضنا أنه يمكن أن توزن، لو وزنت مع عمل شخص آخر مع فرض تساوي العملين، يمكن أن يكون الشخص الآخر أفضل أو أدنى بلحاظ معرفته وعقيدته، بلحاظ الأمرين العقيدة والمعرفة. نلاحظ سماحة الشيخ وأنتم مررتم على هذا الأمر، لا بد أن نتوقف ولو بشيء بسيط، أن البعض في ليلة القدر يعكف على يكون جل همه أنني سأقوم بجميع ما طلب ذكر في كتب الأدعية، لا نجد يركز على العمل بما هو عمل، يركز على كثرة الأعمال. مثلا فيما يخص دعاء الجوشن الكبير الذي هو من المسنون القراءة في ليلة القدر، دعاء طويل ووصلت فقراته إلى 100، فتجده يركز أنني لابد لي أن أقرأ هذه 100 فقرة في هذه الليلة، يعني إجبارا، فلذلك يصاب بالملل في بعض الأحيان، حتى أنه يبدأ بتلفظ كلمات على خارج عن إطار الدعاء، أو مثلا صلاة 100 ركعة. كما هل في بالكم هناك آلية لترتيب هذه الأعمال؟ ونحن نتحدث عن هذا الأمر وإن كان هو أيضا خروج عن محله، ولكن ما أننا نذكره للفائدة. أحسنتم، لا بأس بذلك، يعني باعتبار نحن قادمون أيضا على ليالي القدر الكريمة الشريفة. ليالي القدر في الصيف تكون أقصر بطبيعة الحال من ليالي القدر في الشتاء، والملحوظ في الأخبار والروايات الشريفة التي تشير إلى الأعمال المذكورة أنه يراعى فيها الوقت. وأما جهة الأولوية فلعله الوقت لا يسعنا للحديث. توقف الآن عند فاصل، نعود بعده لإتمام هذا الموضوع. سادة المشاهدين الأكارم، فاصل قصير، نعود بعده لإتمام حلقتنا من برنامج الإمامة وليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مرة أخرى نجدد ترحيبنا بكم سادة المشاهدين الأكارم، وباسمكم نرحب بسماحة. حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله تعالى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع
عرض في طيات حديثنا وهو مهم بالنسبة للسادة المشاهدين وللأخوة المؤمنين الذين يريدون إحياء ليلة القدر، وكنا نتحدث عن موضوع التركيز على أداء الأعمال بأجملها دون التركيز على روح هذه الأعمال، فنريد أن نسمع منكم حديثا سماحتي. قد ذكرنا أنه ليالي القدر تختلف أوقاتها مددها الزمانية بحسب الفصول، فبطبيعة الحال الشتاء يكون الليل فيه طويل، فيسع المؤمن أن يؤدي ما شاء من الأعمال مع التوفيق والعافية، أما في والإقبال طبعا، وأما في فصل الصيف باعتبار أن الليل قصير فلا يسعه أن يؤدي في الغالب كلما يرجى للمؤمن تأديته في هذه الليالي الشريفة. من هنا فلا يتوقع أنه سوف يؤديها جميعا، وقد يتوقع ذلك فيكون على حساب نوع العمل من خلال ما يؤديه بسرعة وبعجلة، فيفوته الشيء الأهم وهو التدبر. فالتأني يعطي للإنسان القدرة على التدبر والوقوف على المعاني الموجودة في هذه الأدعية وهذه الأعمال، لكي يؤدي مساحة كبيرة كمية كبيرة من الأعمال يضطر إلى أن يتعجل ويسرع، فيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى قلة تركيزه، وهذا التركيز القليل يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الغاية القصوى المنشودة في هذه الليالي، بل في مجمل الأدعية والأذكار والأعمال العبادية، وهو ماذا؟ تحصيل مراتب مهمة من العبادات، وأولها المعرفة، أولها المعرفة. لاحظوا معي في بعض الروايات أنه مثلا يستحب أن تقرأ سورة القدر نفسها في ليلة 23,000 مرة. في نفس الرواية ماذا يقول؟ لأصبح وهو شديد اليقين لشيء يراه. هذه الرؤية تارة رؤية ساذجة بسيطة، وكما يقال الرؤية يعني الحلم أو الطيف، وقد يقصد من كلمة الرؤية يعني العلم، العلم الشهودي يشهد شيء سواء نام أو لم ينم. بل يستحب جدا أن لا ينام المؤمن في ليلة القدر، فإنها من ليالي الإحياء الرئيسية، فأي معنى لأن يقال لشيء يراه؟ فلا بد الأنسب لهذه الرؤية هي الرؤية بمعنى العلم والمعرفة والشهود. فإذن هذا أيضا فيه إشارة إلى الغاية الكبرى والأساسية وهي التزود المعرفي. لذلك بعض الأكابر حينما يسأل عن أفضل ما يؤديه المؤمن في ليلة القدر يقول هو المعرفة، هو العلم، هو التعلم. عوام الناس مع احترامي كل يفهم بحسب سعته الذهنية، يذهب ذهنه إلى الكميات، كما حينما مثلا نتحدث عن الثواب وإعطاء وإهداء الثواب للميت مثلا، أو العمل الفلاني فيه ثواب، أول ما يتبادر إلى ذهنه مثلا بذل الطعام. وهكذا كثير من الأحيان تجد أن الناس أفضل ما يعتقدونه أو هو هذا الذي يأتي في ذهنهم، لا يعرفون غيره، فيتاجرون مع الله عز وجل أنني سأؤدي لك أكثر الأعمال حتى تثيبني أكثر الثواب، وينسوا بقية المراتب. وأنا دخلت إلى نقطة أخرى، وهو أنه في أذهانهم هي هذه سببها، طول الكمية، كثرة الكمية، هذا جاي من أيضا من نفس ذلك المنطلق الحسي الذي يجعل كثير من الناس تعتبر الثواب الأعظم في الطعام. وأي قيمة للطعام؟ قضايا مادية. وأي شيء أفضل من إطعام المؤمن العلم والمعرفة؟ لذلك تجد في الروايات أن مثلا ركعتان، أن ركعتين يصليهما العالم أفضل في مكان 1000 ركعة لغير العالم، وفي مكان أفضل من 70,000 ركعة. وهكذا مداد العلماء خير من دماء الشهداء. فبالمعرفة يصل الإنسان، لذلك بالعقل يثيب الله تعالى ويعاقب، وبه تكون مراتب الخلق. ومن هنا البعض يراوح في مكانه
إذا يزيد عنده شيء تزيد كميات العبادات. واسمح لي قد نقطة، أننا نجد أن بعض المؤمنين يتصورون أن مقدار التدين بمقدار عباداته وأدعيته وزياراته، ويغضون الطرف عن ماذا؟ عن التزامه الفقهي ومستواه الأخلاقي، تعاملاته مع ناسه مع مجتمعه. فلذلك أوجزناه بالفقه والأخلاق. فقهه تجد أنه لا يهتم بالتفقه في أعماله، في تجاراته، في تعاملاته مع نفسه، مع عائلته، مع جيرانه، في دائرته، مع المجتمع، في السوق، في كل مكان، في كل شيء يوجد فقه. هو يتصور، يتوهم أن التدين هو هاي أدعية وقراءة زيارة، لا بالزيارة تزود معرفيا، ولا بالأدعية تزود معرفيا، ولا للأسف الشديد أن زياراته تنعكس على تفقهه أو على أخلاقه. حتى أن الأئمة نلاحظ أنهم يركزون على هذا الجانب لعله أكثر، البعض لعله لا يطلع على هكذا أمور. نجد مثلا في الإمام الصادق يركز على موضوع التفقه بالدين، حتى أنه وصلت به الأمر إلى أن قال لوددت أن أضرب أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يعني الإمام برحمته ومحبته وسعة صدره في هذا الأمر تجده يعطي يعني حدا فاصلا، أن الأمر متعلق إلى هكذا قضية. وطبعا أيضا نجد أن المجتمع للأسف الشديد اليوم لا يطيق ثقافة الكتاب والمطالعة، وإذا طالع لا يعلم ماذا يطالع وأي كتاب يذهب لأي كتاب يذهب. بعض الكتب أصلا حشو، يمكن تخليص كتاب من 300 صفحة من 300 صفحة بصفحتين أو ثلاث. لماذا يضيع الإنسان وقته في هذا في هذه الكتب؟ الكتب التي تزود الإنسان بالمعرفة، الكتب العقائدية، قراءة الكتب الفقهية والاطلاع على الرسالة العملية، التأمل والتدبر في العبادات والأدعية والزيارات والأذكار التي يمارسها نفس المؤمن المتدين. وحتى في دعاء الجلسة، فإذا ما استعجل في دعائه، إذا ما استعجل في صلاته، إذا ما استعجل، هذا راح يكون على حساب التدبر والتفكر اللي هو الأساس المنشود في هذه الأعمال. حتى في دعاء ديوشن هذه الفقرات التي ذكرت ليس الغاية منها الكثرة، وإنما الغاية لتوضيح عظمة الله عز وجل معاني الأسماء والصفات. إذا كان يقرأها بنحو يعني كلقلقة لسان. على أي حال هذه النقطة ما نريد أن نقف عندها كثير، لكن أرجو يعني من الإخوة والأخوات المستمعين أعزهم الله تعالى وفقنا الله وإياهم لأن نوفق حقيقة في هذه السنة، في هذا الشهر الكريم ما بقي منه في ليالي القدر الآتية، أن نوفق أكثر مما وفقنا إن شاء الله تعالى فيما مضى إن شاء الله. الآن لنعود سماحة الشيخ إلى محور حديثنا وهي سورة القدر، وأنتم شرعتم في الحديث عن أول آية فيه إنا أنزلناه في ليلة القدر. تجد أنه الأمر الأول وهو الأمر العظيم الذي لا شك في جلالته وعظمته أنه بدأ به مباشرة دون الأمر الثاني مهد ووطئ له. الأمر الأول الضمير في قوله تعالى أن أنزلناه، تارة ننظر إلى المادة وهي الإنزال، وأخرى ننظر إلى الهيئة وهي هيئة الفعل الماضي. أما من حيث الهيئة فهيئة الفعل الماضي تدل على التحقق والوقوع، والشيء الذي تحقق ووقع لا معنى لإيقاعه مرة أخرى. فإذا الذي أنزل في ليلة القدر نزل في ليلة ما من ليالي القدر، ولتكن هي إحدى الليالي التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله السنين الأول من حياته الشريفة. وطبعا المرتكز في الأذهان أن المنزل في ليلة القدر هنا والمشار له بالضمير في الآية الأولى هو القرآن الكريم، وهو صحيح من جهة ولكن يحتاج إلى دقة من جهة أخرى. هكذا هو الشائع، يعني صحيح. أن الناس تفهم أن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي أيضا قد تعاضدت معها آيات أخرى تحدثت أيضا عن النزول إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم.
هذه الآيات تتعاضد يفهم منها أنها تقصد القرآن ونزوله في هذه الليلة. باعتبار أن تنزل القرآن في هذه الليلة قيل النازل هو القرآن، ولكن أرجو الالتفات إلى أن المادة وهي أنزلناه من نزل وأنزل هذه من الأفعال ذات الإضافة التي تقتضي ماذا؟ نازل، منزل فيه، منزل عليه، منزل منه. من أين نزل القرآن؟ من الله أو من عالم الأمر العالم الأرفع، له الخلق وله الأمر. ماذا كان القرآن؟ هل كان في عالم الأمر قرآنيا يعني مقروءا؟ هل كان في عالم الأمر بلغة؟ هذا الموضوع وهو القرآنية واللغة إنما يناسب عالمنا، العالم المادي، عالم الدنيا، عالم البشر الذي لا يستطيع أن يوصل المعاني التي في نفسه إلى الآخر إلا من خلال شيء يقرأ وبلغة معينة، شيء يطالع وبلغة معينة. فهذه وسائل للتواصل لمن لا مجال للتواصل بينهم لإيصال أفكارهم إلا بالآليات والأدوات. أما عالم الأمر عالم ليس فيه حجاب ولا حاجة فيه إلى لغة، لأنه مجرد عن الماديات، صور عارية عن المواد. القرآن نفسه يرشدنا إلى ما هو النازل في ليلة القدر، فلنطالع كتاب الله تعالى ونقف على جملة من السور والآيات التي تتحدث عن المنزل في ليلة القدر. أهم سورة في ذلك، لعل أهم سورة في ذلك هي سورة الدخان. وها ورد أنها من المسنونات قراءتها في ليلة القدر، في كل شهر رمضان خصوصا في ليلة القدر. ربما يثقل على السامع أن يعلم أنه كم هو عدد ما يستحب قراءته كل ليلة، لكن هذا لم يورد كمسنون عام، إنما بعض الأشخاص سأل عن ماذا يمكن أن يكون في ليلة القدر من أثر عظيم، من عالم أمري، عالم واقعي يتجلى يتجسد في ليلة القدر. الإمام قال له اقرأ كذا عدد كل ليلة من ليالي شهر رمضان، واقرأها في الليلة 23 كذا. ربما أنه من أراد أن يصل إلى مرحلة الكشف عن بعض مراتب الواقع يسن له ذلك، فهي ليست من المسنونات العامة بهذا العدد. أما أن تقرأ في كل ليالي شهر رمضان خصوصا في ليلة القدر فهذه من المسنونات العامة. سورة الدخان ما هو مطلعها؟ حاميم والكتاب المبين، هذا أول شيء. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وأيضا ماذا؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا النقطة مهمة، يفرق كل أمر حكيم. لحظة، الربط بين هذه وسورة القدر التي تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ماذا؟ من كل أمر. التساوي في قضية الأمر هنا ذكر وهناك ذكر. وكل أمر، كل أمر يفرق يتنزل، تتنزل به الملائكة في ليلة القدر، كما في سورة النحل الآية الثانية ينزل الملائكة بالروح من أمره. فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن فالمنزل والنازل تبين ما هو؟ الكتاب المبين. قد البعض ماذا يقول؟ يقول نعم الكتاب المبين يعني هو نفس القرآن.
إذا رجعنا إلى نفس الآيات يتبين لنا أن الكتاب المبين شيء آخر، عالم آخر، وجود أعلى وأتم وأشرف هو الكتاب المبين. ومن هنا فالحديث لا محالة حينما نتحدث عن سورة القدر، بل وعن ليلة القدر أيضا التي نزل فيها الكتاب المبين فكان قرآنان ينشق إلى بحورين وإلى شعبتين رئيسيتين، هما الحديث عن الكتاب المبين والحديث عن ماذا؟ عن التنزل للملائكة والروح في ليلة القدر، وهو الأمر العظيم. إذن أنت تحاول أن تثبت على أن نحتاج إلى أدلة على ذلك، أن الذي أنزل في ليلة القدر هو الكتاب المبين، وأكيدا ستشرح لنا آلية إثبات هذا الأمر. المرتكز الذهني هو القرآن الكريم، فأكيدا سيكون في طيات حديثك أنه ما الفرق بين الكتاب المبين وبين القرآن الكريم. فإذا هذه مراتب درجات، شيئا فشيئا نأتي إلى البرهنة على ذلك، ولكن أول مرة نطالع ظاهر الآيات التي ماذا نستظهر منها، ماذا نستفيد، لربما بتراكم الظهور نصل إلى الإطمئنان إذا لم نصل إلى اليقين على يعني ها. فمثلا لاحظوا في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. أولا ابتدأت بالكتاب المبين ثم عرضت قالت جعلناه قرآنا. فالقرآن مجعول الكتاب المبين، الكتاب المبين جعل، ماذا جعل؟ جعل قرآنا عربيا، صير قرآنا عربيا. طبعا لكن هل هذا التصير والجعل يعني تجافي الكتاب المبين وتركه لمرتبته وحقيقته التي هي الكتابية المبينية؟ الآية تجيبنا التي بعدها تقول وإنه في أم الكتاب لدينا، الضمير راجع للكتاب المبين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لاحظوا علي حكيم، أرجو الالتفات إلى هذه الأوصاف، هذه مو مدح ومنتهى سماحة الشيخ إلى التوقف، أن نحن نخوض في موضوع مهم لعله يشد ذهن المشاهد الكريم، أننا سنثبت في هذه الحلقات أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر كان القرآن الكتاب المبين وليس القرآن الكريم. فنحتاج منك وقفات لإثبات هذا الأمر فقط للتصحيح. حينما نقول وليس القرآن بمعنى أنه نحتاج إلى الدقة، أن القرآن يطلق عليه أنه تنزيل الكتاب وأنه النازل باعتبار أنه منزل الكتاب المبين وأنه مجعول الكتاب المبين. ولكن سماحة الشيخ شاءت الأقدار أن تكون نهاية الحلقة عند هذا القدر، نأخذ منك مع وعدا في أننا سنستمر في شرح هذه الأمور في الحلقات القادمة إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا وامتناننا على إرادكم لهذه المعلومات وعلى تجشمكم عناء الحضور معنا سماحة الشيخ. الشكر موصول لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمام وليلة القدر. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.